حولها لأن مرات المصلحة كانت عندنا مريضة فجت هيك فترة لتراجع على يعني تسوي إحنا قلناها تعالي تسوي يعني هيك باي ذا واي. فهاي المريضة خطيب اكتشفنا إنه هي عندها عبارة عن شلون نقول مثل كتلة موجودة بالصدر سوت خزعة فطلعت هالخزعة هي سرطان وقابل للانتشار وهسه راح تصير إنه هي تستأثر تسوي جزء منها.